متن سيارة بنتلي الفاخرة يستمتع السائق كريستوف باوا بجولة عبر مقاطعة تيرنتينو الإيطالية لكن على الطريقة الإنجليزية. بنتلي تي 2 هي الفخامة الخالصة، خشب مصقول أينما نظرت ورائحة خفيفة للجلد الفاخر. لا تصلح هذه السيارة للنباتيين، فالجلد المستخدم هنا يعود لنحو 8 أبقار. بالطبع كل شيء إلكتروني من المقاعد للنوافذ وسدادات خزان الوقود والصندوق الخلفي. حتى مدفاة السجائر هنا تفرغ محتواها بشكل ذاتي عندما نغلقها. تم إعداد كل شيء ليستمتع السائق بأكبر قدر ممكن من الرفاهية والراحة. تزامن تصنيع السلسلة الأولى من بنتلي تي مع تصنيع رولز رويس سيلفر شادو 1 ما بين عام 65 و77. استمر إنتاج السلسلة الثانية حتى عام 80 بنظام أكثر حداثة لتحريك التروس وجناح أمامي وسعة محرك أكبر. بنتلي تي 2 تشبه رولز رويس سيلفر شادو في التصميم والمحرك أيضا، لكن كإنجليزي أصيل يمكنني بالطبع الحديث عن عدد الأحصنة. أداء محرك في 8 يدوي صنع بسعة 6.8 لتر وهو كاف، لكني سأقول أيضا إن قوة المحرك البالغة 223 حصانا هي مسألة مبهرة لا تقل إبهارا عن عزم الدوار المقدر ب 550 نيوتن متر. للمرة الأولى في تاريخ بنتلي تعتمد السلسلة على هيكل حديث ومتكامل. الأغطية والأبواب مصنوعة من الألومنيوم الخفيف، ولكن بنتلي تظل بالرغم من ذلك ثقيلة الوزن. تزن بنتلي تي 2 نحو 2.2 طن، لكن رغم ذلك يمكن قيادتها بسهولة. لا يحتاج المرء لأكثر من أسبوعين لتغيير وجهتها، والباقي يقوم به نظام التوجيه المعزز. يقال إن مجموعة الحركة على الطريق هنا مشدودة أكثر من مثيلاتها في سيلفر شادو، لكني لا ألاحظ هذا الأمر. اختفت الأصول الرياضية لبنتلي التي أسسها وولتر أوين بنتلي عام 1919 واستخدمها في السباقات تحت شعار يوم الأحد للسباق والاثنين للبيع. فازت بنتلي 5 مرات في سباقات لومون بين عامي 24 و30. بالرغم من ذلك لم يتمكن فريق بنتلي بويز وعلى رأسهم وولف برناتو من منع إفلاس الشركة التي انتقلت ملكيتها لرولز رويس. بنتلي تي 2 ونظيرتها في رولز رويس يقدمان نموذجا واضحا لما يعرف بهندسة الهوية التي تشير إلى طرازين متشابهين باسمين مختلفين. يبلغ طول السيارة تي 2 5 أمتار و20 سنتيمترا، أي أنها أطول بمتر كامل من سيارة جولف الحالية. إنها عملاق بمعايير اليوم، ولا يمكن إخفال مادة الكروم في السيارة حتى في الحيز الداخلي بما في ذلك الرافعة الصغيرة ومفتاح التحويل. لا يمكن العثور على اختلافات جوهرية بين السيارتين تحت غطاء المحرك. تستعرض رولز رويس شعارها بطريقة انسيابية فوق المحرك. يجري تصنيع كل محرك يدويا بدقة فائقة، فأداء 500,000 كيلومتر ليس نادر الحدوث. يتميز المحرك ثماني الاسطوانات بالصلابة والأداء القوي. هل تسمع؟ لا يمكن سماع أي شيء، ربما فقط صوت الرياح الناتج عن الحركة. بنتلي تي 2 هي بالفعل أحد أخفت السيارات صوتا في العالم. حتى الإطارات المساعدة للمحرك وممتص الصدمات وصندوق التروس تم لفها كلها بالمطاط بشكل يعزل هيكل السيارة عن كافة الأجزاء المتحركة داخل السيارة أو حتى على الطريق. السائق هنا بعيد تماما عن كل ما يمكن أن يشتت تركيزه. تصنيع أفضل سيارة في العالم كان الهدف الذي سعت بنتلي ورولز رويس لتحقيقه. كان من الصعب على الصحفيين المتخصصين العثور على نقاط خلل في سيارة تي 2. من بين الانتقادات هو وجود حافة على غطاء خزان الوقود يمكن أن تجرح السائق، أو إذا سقط قلم هنا مثلا يصعب التقاطه. انتقادات تشبه بالنسبة لي البحث عن خلل في وردة شديدة النضارة. أجمل ما في البنتلي اليوم هو الثمن، فسعر النسخة الجيدة منها يبدأ من 30,000 يورو، ثمن مقبول لفخامة السيارة التي كان سعرها 130,000 مارك ألماني عام 77، أي ضعف سعر البورش توربو.
يمكن أن يزعم المرء أن بنتلي تي 2 كانت فكرة فاشلة إذ بيعت منها 558 سيارة فقط في حين باعت سيلفر شادو المنافسة من رولز رويس نحو 8500 نسخة، لكن بالرغم من هذا كانت بنتلي تي 2 أفضل ليموزين فاخر في السبعينات وعلامة فارقة في تاريخ صناعة السيارات. كادت تي 2 أن تكون آخر سيارات بنتلي، لكن لحسن الحظ قامت فولكس فاغن بشراء الشركة المتأزمة ماديا عام 98.